مستمعينا الكرام مرحبا بكم من جديد مع انطلاقة وتواصل انطلاقات هذا الصباح في سلسلة الأشواط المتواصلة، سادس الأشواط ينطلق بحفظ الله ورعايته. كل الشكر لزملائي الذين سبقوني بالتعليق، بسام الشمري وأيضا سلطان السعيدي. هذه لحظات انطلاقة الشوط السادس والذي يحمل في جعبته 13 اسما. أتمنى التوفيق للجميع. نبدأ الإذاعة والمركز الأول مع شاهين للسيد حمد بن علي الشهواني، هو من يرقص على المقدمة. ننتقل الآن إلى المركز الثاني، من هناك أرى صوغان لعبد الرحمن بن حباب الهاجري ودخول عليه وتسلل من قبل الذيب بشعار عبد الرحمن بن عبد الله العيدة. انتقالتنا للمركز الرابع، أرى التقدم الآن من شعارك يا بن دلهم، علي بن دلهم الهاجري يتقدم مع شاهين رابعا. والمركز الخامس هناك قربنا على المركز الخامس واسمه مداوي لمتعب الراشد السلعان. النداء الأول ينقضي وأيضا الكيلو متر الأول نقطعه من هذه المسافة، مسافة 3 كيلو، لنرجع إلى الصدارة، إلى من يتحكم بعرش المقدمة وهو حمد بن علي الشهواني ومع شاهين الذي يطير بناموس هذا الشوط. وذكرنا بأن التأهيل وبطاقة التأهيل للمركزين الأول والثاني فقط. المركز الثاني، الانطلاقة لا تزال من صوغان عبد الرحمن بن حباب الهاجري، والثالث مداوي متعب الراشد السلعان. نقلتنا للمركز الرابع، أتابع الذيب عبد الرحمن بن عبد الله العيدة، والنداء الثاني نكمله مستمعينا الأفاضل مع شاهين وعلي بن دلهم الهاجري. نعود إلى المقدمة ولم يحدث أي تغيير إطلاقا، حمد بن علي الشهواني لا يزال يتحكم بمجريات هذا الشوط، يتحكم أيضا بدفة القيادة. شاهين حمد بن علي الشهواني الذي يطمح للفوز، طموحه الناموس، طموحه انتزاع المركز الأول. إذا خلوك الجماعة المركز الثاني، أشوف صوغان يتقدم ويقترب رويدا رويدا عبد الرحمن بن حباب الهاجري. المركز الثالث هناك من الجانب الأيمن مداوي متعب الراشد السلعان، وما يداويك يا أبو راشد إلا المركز الأول، إلا تأهيل ونقطة في هذا الصباح مع أخوان شمة اللي تنامس أول كيلو متر الأخير قطعناه من هذه المسافة، مسافة 3 كيلو. نرجع للصدارة، أشوف بوعلي لا يزال حمد بن علي الشهواني مع شاهين، لكن الجماعة بدأوا الآن يقلصون الفارق. يصل الآن شعار محمد بن راشد بن سلامة الهاجري صاحب نقطة في هذا الصباح مع هملول، ينطلق ثانيا للمركز الثالث. صوغان عبد الرحمن بن حباب الهاجري الرابع، هناك مداوي متعب بن راشد السلعان، وأيضا مفهوم يصل عبد الله بن خالد المثيق، لكن شاهين حمد بن علي الشهواني لا يزال يسيطر على المركز الأول. الله على هذا الأداء يا أبو علي، شاهين يتحكم بزمام الأمور، لكن أبو خالد جاك، عبد الله بن خالد المثيب يرفع راية التهديد في المركز الثاني، لكن خلاص أمورك في السيفتي يا أبو علي مع شاهين حمد بن علي الشهواني. قام طفر، قام راس وأنهى الشوط راس بالمثيب قادم ثانيا على المركز الثاني ويقترب رويدا رويدا. ونقول 100 متر بس، 100 متر بس تفصلنا عن معرفة الفائز، ونذكر بطايق التأهيل للأول والثاني. فتهانينا يا أبو علي حمد بن علي الشهواني على فوز شاهين وانتزاع للمركز الأول. بنفذ قادم يحاول، ولكن خلاص أنهاها الشهواني. حمد بن علي الشهواني ينتزع المركز الأول مع شاهين المركز الثاني.
مفهوم لعبد الله بن خالد المتيب المركز الثالث، هملول للسيد محمد بن راشد بن سلامة الهاجري، التوقيت الزمني 4:50، 89 جزء من الثانية. تهانينا إذن والناموس لمالك شاهين اللي قام راس وأنهى راس، تستاهل يا أبو علي حمد بن علي الشهواني.